السلام عليكم المتابعين ديالنا، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مزيان بخير. انا اليوم جيت نشارك معكم الشباكيه الطياريه. دير كيلو طحين وكاس الزبده وكاس الزيت ونص كاس الزهر، جوج معالق د الخل، معلقه د الخميره، خميره د العجينه، وجوج معالق د القرفه كبيره، معلقه د النافع، ومعلقه ونص النافع، المسكه الحره، معلقه د الملحه، وبيضه، خمارة، زعفران. اللي عنده زعفران د الشعر يديرو، انا درت هذا، عنديش هذا، درت هذا كعب الزعفران، وزلافات اللوز والزنجلان محمرين. بسم الله، الماء ما ديروش بزاف الماء، كاع كاس الماء باش تعجنوا، باش تجي خليها قاصحه شويه، هي ما خصهاش تكون جاريه، باش منين تصايبه ما تجيش قاصحه في الماكله ديالو، ما تجيش قاصحه. خلينا نجنو هاد الماء، نلفوها مزيان، منين نعجنوها غنديروها في الميكا ودلفوها مزيان، هي خاصها تدليك وتبقى ترتاح، ترتاح ديك 10 سوايع، 10 دقايق، سمحولي، عشرة سوايع. صافي سرينا العجينه ديالنا، حنا ولينا معاكم، دلكناها في الميكا، درناها في الميكا ودلكناها مزيان وخليناها تحت واحد 10 دقائق، وحنا ولينا معاكم باش تشوفوا طريقه الخدمه ديالها. تلقوها هكا دلك ونضربوها بالشراره، هانتي شوفوا كيف قاصحه عندي العجينه، باش منين تخدم وتستخدم الا خليتوها جاريه هتجي قاصحه في الماكله ديالها، ما تجيش رطبه. صح انا نخدمو يا دولي معايا، دي طريقه الخدمه ديال الماكينه، انا نديرها في 5 وانتوما بحسب الماكينه، ماشي بحال بحال، كاين الماكينه كيكونوا خرجه رقيقه، اصلا هذه الدياريه تخدم رقيقه.
بسرعه. هاتوا هز وحده، خلي وحده. شبيكه ديال الطريقه اللي عندي انا معكم ساهله، ما صعيبهش كاع شبيكه. هذه اللي درت فيها 6، كاين اللي يدير فيها 6، كاين اللي يدير فيها 4 5. بابا ها انتو دزو وحده وتحطوا وحده، ها هاتي ديروا لها هكا. نجيب حال الوردة هكا، وتساعد في التشبيك. هانتي تجي زوينة تشبيكها، شتو؟ وغنبقاو غاديين على هاد الطريقة هادي حتى نساليو الشباكية ديالنا، إيوا ونتلاقاو في القليل إن شاء الله يا ربي. لما سالينا الطريقة التشبيك ديالنا الشباكية، حنا ولينا معاكم باش نقليوها. ديروها في الزيت يكون سخون، نبقاو نديرو ليه هكا باش نزيد شوية. تجي هدولا شوفو طامطلة، وتخليو هاد النشر فيا مزيان ساعة ولا جوج سوايع بنشر، باش منين نقليوها مد مفقش بزاف. إيوا صافي، راح نتلاقاو معاكم عاود إن شاء الله منين نديروها في العسل. هانتوما في القلي، بقاو ديروا لها هكا غير، بقاو غير دوروها، ما تحركوش ولا شي حاجه باش ما تسالسلكمش في القلي، بقاو غير دوروها غير هكا حتى تحمر. ها غير هكا حتى تحمر، وعاد حيدوها. احنا درناها هنا في العسل، انا نحيدها هنا في العسل، خليوها تشرب العسل مزيان، عاد حيدوها من العسل. انا درت القليه الاولى ها هي شربات العسل، عاد نحيد الثانيه. انا نوريكم طريقه بطريقه. هانتي وريتكم القليه، شفتوا نحيدها من العسل. يلا ان شاء الله نتلاقاو في الشكل النهائي ديالها. ما سالينا الشباكيه ديالنا ورجعنا معاكم، ها الشكل النهائي ديالها، وبالصحه والراحه، ولات وحم تسمح لنا، وجربوها وغتعجبكم مع هذا رمضان ان شاء الله الجاي يا ربي. الله يدخلوا علينا بالصحه والسلامه وطول العمر عليكم وعلى جميع امه مولاي محمد اجمعين يا ربي. يا الله تهلاو في راسكم، وعاونونا باللايك وافوني، وبسلامه عليكم، ونتلاقاو في فيديو الجاي ان شاء الله.